مساء الخير. بعد دانييلا بيتحضر لبنان الليلة ليستقبل منخفض جوي جديد أكثر برودة، فالثلج والشتم بيرافقونا كل هالأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي، الرطوبة مرتفعة واحتمال الشتاء فوق 50% بشوي. بالنسبة لبكرة الحرارة منخفضة بالنهار بمختلف المناطق، تتسجل 14 درجة بالعاصمة بيروت، 3 بكفر دبيان و13 درجة بطرابلس. بالليل الحرارة عم تنخفض أكثر أكيد، تتسجل 11 درجة بسن الفيل، 7 بحصبية و4 درجات تحت الصفر بإهدن. بالعاصمة وعلى الساحل الهواء جنوبي غربي بيوصل لل 40 كيلومتر بالساعة أوقات، أما الرطوبة فعم بتسجل 70%. على الجبال المتوسطة الحرارة بين 2 و 5 درجات وبتتلج على 1300 متر. شو ناطرنا هالأسبوع؟ خلينا نشوف سوا. إذا بكرة غائم بالإجمال، الحرارة منخفضة والخطيطة كثيفة على المرتفعات. بتشتي بغزارة تحديدا بعد الظهر، وبرافق الشتاء الرعد والبرق والهواء القوي، فانتبهوا من تشكل السيول وتجنبوا الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلج والجليد. تلاتة ما بيفرق كتير عن التنين، الحرارة إلى انخفاض إضافي والشتاء والبرد بيكملوا معنا، أما التلج فعم بيلامس ال 1100 متر بالليل. الأربعة الخطيطة كثيفة، احتمال الشتاء بينخفض لل 25%، يعني بتشتي أوقات وبتصحى أوقات تانية، والتلج فبيتدنى لل 900 متر بالليل. الخميس منشوف انفراجات واسعة، بخف احتمال تساقط الأمطار وبياخد المنخفض الجوي استراحة. هذه كانت نشرتنا، تفاصيل أكثر تصبحوا على ألف خير.